قلت لزوجتي لو خلعت الشيلة من على رأسك في غير بيتك حتى لو عند أهلك فإنك تحرمين علي وتكونين طالق، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنك تحضر بكرة إن شاء الله في دار الإفتاء وتقدم سؤالك للجهة المسؤولة عن الطلاق، أو إن كنت لا خارج الرياض تذهب إلى القاضي في البلد وتقدم سؤالك له، لأن هذا يحتاج إلى إجراءات ويحتاج إلى كتابة محضر. نعم.